Have you ever wondered what happens when Dubai police find a crime and decide to work on it to find the criminal? Today we're making an interview with the first Emirati woman that worked in the General Department of Forensic and Criminology at Dubai Police. معاكم مدني مساعد خبير عنود عبد الرحمن آل ناصر من قسم الأظهار الكيميائي لإدارة البصمات من الأدلة الدار العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة. بصراحة بديت الجامعة وأنا كنت مبتعثة من شرطة دبي 3 سنين ونص في جامعة الشارجة، وبديت تعييني 31/12/2019. يختص قسم الأظهار الكيميائي بأظهار البصمات من العينات التي يتم استيرادها من مسرح الجريمة، ويتم تصوير طبعاً العينات قبل وبعد معالجتها وإظهار البصمات ومقارنتها لاحقاً. طبعاً كل قسم في هالإدارة مهم، كل قسم يعني ما في قسم تطقى أهميته على قسم ثاني، فكل الأقسام مهمة، كل الشغل مهم. كان في حادث قتل، بعد ما ذبحوا الشخص استخدموا التيب وحاولوا يلفون الشخص يعني بعد ما ذبحوه، فطبعا المجرم يحاول يخفي كل آثاره لكن غالبا ما يترك أثر رفيع في مسرح الجريمة، فهو نسى التيب. فلما انتقلنا مسرح الجريمة خذنا التيب ولقينا البصمة، يعني بعد المعالجات الكيميائية حصلنا على البصمة، فالبصمة حددت هوية الشخص. يختص قسم الإظهار الكيميائي بإظهار البصمات، ومن بعد ذلك يتم إرسالها إلى قسم مقارنة البصمات لتحديد هوية الشخص. كانت 6 شهور فترة التدريب، بداية كان نظري، كنت أشوف كيسز وقريت عن الكيميكلز اللي نستخدمهم. تميت 6 شهور أشتغل على قضايا مختلفة مع كل حد موجود في القسم، أي شخص يدخل اللاب أدخل وياه وأشتغل وياه عادي. طبعا في البداية هو اللي كان يشتغل وأنا بس أشوف، بعدين بديت أشتغل وياه لين ما أخذت قضايا بروحي، استخدم هذا لين ما بديت أشتغل على قضايا بروحي. طبعاً هي كل واحد له قضايا معينة وتتوزع القضايا على جميع اللي في القسم. لا الصراحة يعني قضايا الإظهار الكيميائي قضايا مختلفة، كل أنواع القضايا، من سرقة، من انتحار، من قتل، في كل القضايا يتدخل قسم الإظهار الكيميائي. طبعاً أول شيء يكون استلام الدليل، تصويره، معالجته كيميائياً، تصويره بعد المعالجة، ومن ثم تسليم الحدث. خلال فترة الحظر خفت القضايا بشكل ملحوظ، لكن بعد ما فتحوا الحظر ردت القضايا مثل ما هي. صراحة قبل فترة طلعت في الإعلام قضية قتل اللي هو عامل دخل على عائلة من أم وأب وابنتين، قتل الأم والأبو، وبعدين البنت الكبيرة دخلت فاعتدى عليها، فهاي كان قضية مهمة اشتغل عليها قسم الإظهار وتم الانتقال إلى مسرح الجريمة.